ألف شكر. شكراً، ألف شكر. إحنا سنة كام؟ إحنا سنة كام دلوقتي؟ سنة كام؟ 2018. من 100 سنة بالظبط، 1918، كان العالم بيلتقط أنفاسه وبيقول أخيراً الحرب العالمية الأولى خلصت. العالم بيحيي ذكرى مئوية الحرب العالمية الأولى، والحقيقة الأولى والتانية كانوا كارثة أو كارثتين من كوارث الدهر والكون. كم القتلى، كم الدمار، كم التقسيمات، كم الخرائط اللي اتغيرت خلت العالم كله يقف عند العالمتين دول، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. 1918 مصر مش بس كانت على الخريطة، لا، كانت جزء مهم من الخريطة، نظرا لموقعها، نظرا لمواردها، نظرا لوجودها تحت السيطرة البريطانية في ذاك الوقت. مصر سياسيا كانت بتموج بعواصف كتيرة جدا، اقتصاديا انهكت بسبب الحرب العالمية الأولى، لأنه بريطانيا العظمى كانت بتاخد من الخزانة المصرية بدون حسيب أو رقيب أيام. المهم أنه مع احتفال العالم بمئوية الحرب العالمية الأولى، خلينا نفتكر مصر في الوقت ده كانت عاملة إزاي. الحرب خلاص، فينيشون، خلصت. هكذا غنى الناس مع سيد درويش لانتهاء الحرب العالمية الأولى. كانت الأحوال في مصر أثناء تلك الحرب أحوال مزرية. بدأت الحرب العالمية الأولى مكونة من طرفين، الحلفاء إنجلترا، فرنسا وروسيا، والمحور ألمانيا والنمسا. ثم اتسعت الحرب. بالرغم أن مصر لم تكن طرفاً على الإطلاق في هذه الحرب، إلا أن الاحتلال الإنجليزي أقحمها بشتى الطرق. تأثرت مصر اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً بالحرب العالمية الأولى. فمنذ أن أعلنت الحرب، قامت إنجلترا بعزل السلطان عباس حلمي الثاني حاكم مصر، وتعيين السلطان حسين كامل بدلاً منه، لأن إنجلترا رأت أن عباس حلمي يؤيد أعداءها، وأعلنت ذلك بشكل واضح. مع بداية الحرب صارع الناس بسحب أموالهم من البنوك، وأقبلوا على الأسواق لشراء كل ما بها خوفاً من الحرب. وخفضت الحكومة الأجور والمرتبات، وألغيت بعض الوظائف من الأساس، ومنعت الترقيات والعلاوات، ألغيت البعثات التعليمية وكل إعانات الطلبة، وغلقت الكثير من الشركات والمحال والدكاكين، وطلب من الكثير من العمال المشاركة في أعمال الحرب. بالنسبة للصحافة، ارتفعت أسعار الورق، وأغلقت الكثير من الصحف أبوابها، والصحف التي استمرت خفضت صفحاتها، وأصدرت سلطات الاحتلال أوامر واضحة بمنع نشر أي أخبار تتحدث عن الحرب العالمية الأولى من قريب أو بعيد، والجريدة التي تنشر أخباراً عن الحرب يتم مصادرتها. ولكن أثناء الحرب سنة 1917 تحديداً، كانت أول مباراة كرة قدم بين الأهلي والمختلط أو الزمالك، ليبدأ بذلك أول دوري كرة قدم في مصر وإفريقيا والعالم العربي. تقول الوثائق أن بعض دول أوروبا اقترضت أموالاً من مصر لسداد نفقات الحرب، وأرسلت ملكة بلجيكا خطاباً تشكر فيه المصريين لأنهم أنقذوا الشعب البلجيكي من الفقر ومرض السل، وأقرضوهم مبلغ 500 ألف فرنك فرنسي. ونشرت الجرائد الرسمية في ذلك الوقت أن بريطانيا اقترضت من الخزانة المصرية 3 مليون جنيه ونصف، وهو رقم مهول في ذلك الوقت. وقرر السلطان أحمد فؤاد التنازل عن هذا الدين كاملاً، معلناً
أنه مبلغ بسيط مقابل حماية بريطانيا للبلاد من خطر الغارات على حسب قوله. استغل موقع مصر جغرافياً وقناة السويس تحديداً، فاتخذت إنجلترا قاعدة عسكرية لتجمع قوات الحلفاء لإرسالهم إلى أوروبا، وكانت هناك معسكرات من قوات الحلفاء في أماكن مختلفة في القاهرة. أما الإسكندرية فتحولت لمركز لقادة عمليات البحر المتوسط، أقيمت بها المعسكرات والمستشفيات في أنحائها. استغلت إنجلترا العمال المصريين في إرسالهم للمشاركة في حفر الخنادق، وكذلك استغلت الهجانة في نقل الجرحى والمؤن والذخيرة أثناء الحرب، ومات منهم الكثير في أوروبا ودفنوا في مقابر في فرنسا وبريطانيا واليونان. مين ياكل العيال؟ دي اوامر الحكومه. انتوا مظلوم. انجروا قدامي بلاش رماده. ابويا وامي مين يجري عليهم؟ انا بنفذ الاوامر، ربنا يتولاهم. يا دنيا يا ابني يا عزيز عيني. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي، بلدي يا بلدي والصوت خدت ولدي. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي، خدت ولدي. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي، بلدي يا بلدي والسلطة خدت ولدي. بالرجوع للتاريخ والوثائق، مصر أدخلت الحرب العالمية الأولى مجانا، ولكنها خرجت منها بحس وطني جارف يطمح للاستقلال واسترداد الإرادة الوطنية والتخلص من الاحتلال الإنجليزي. بعد الفاصل هنرجع لحضراتكم وموضوعات مختلفة في حلقة الليلة بعيدة تماما عن الحرب العالمية الأولى. الله لا يرجع. اللاعب المصري الوحيد اللي لعب في كل الدوريات اللي فيها كوره. يعني كنت بحلم اخش استاد القاهره ده اتفرج على ماتش. الوالده في البلد دلوقتي هي وكيله اللاعبين. بالنسبه للطموح اللي انا كنت بفحر فيه ب 30 سنه هيدي. كنت بتعمل ايه في مصر الطيران؟ كنا برضو بنغلف. برضو؟ حيات رؤيا الغايه حمامه والعنكبوت وتلك علامه. عايزين نخطبها. منين دفعت مهر قد ايه؟ هي شقه واحده احنا داخلين فيها احنا الخمسه. يا فندم دي مش شقه، دي لوكاندا. على خدي شمات وعلامات، صلوا عليه صلوا عليه صلوا علي اللي تسعدوا بصلاتي، صلوا عليه صلوا عليه. حسب المكافئات طلعت 7000 جنيه. المبلغ زاد. معيش والله ما معايا. والله مصدقاك. نحن في ساحة